السلام عليكم، معكم أمينة فضلي، أستاذة ومسيرة لمركز الأعمال شارل نيكول اللي موجود في ساحة باستور. اليوم تنبغي نقول واحد الكلمة في حق المرأة بصفة عامة وبصفة خاصة المرأة المغربية. تنبغي نقول لها راها وصلت لواحد المراكز الحمد لله اللي كبيرة بزاف، والله سبحانه وتعالى راها كرمها في القرآن، وراهي كانت قد هذيك القيمة أن حققت نجاحات بالحق. تلقوها بمجموعة في الميادين، تلقوها في شتى الميادين، للميادين الخاصة بالنساء وللميادين الخاصة حتى بالرجال. وبهذه المناسبة تنبغي نقول لها استمري وبالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح وبتحقيق كاع داكشي اللي تتمناو في حياتهم. وبغي نقول على الخصوص معايا الأستاذة سعيدة الهناني، مستشارة قانونية وزميلة ليا في الدومين في الميدان ديالي. تنبغي نقول لها تبارك الله عليك، وتنشكرك بزاف على المسيرة اللي دوزتي معايا، وعلى النصائح اللي تتقدمي للزبائن وليا انا بالخصوص، والمواقف اللي وقفتي معايا عمرني ما ننسى لك هذا الخير. وتنقول لها راه وصلت هي هذه الاستاذه باغمي بزاف الاستاذات، وهذا كان نموذج انا تناخذه للمراه المغربيه المكافحه اللي تتحقق نجاحات في الدومين ديالها، واللي الحمد لله وصلت ومازال تتسعى انها توصل وتتحسن من 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 المجال ديالها. تنقول لها ان شاء الله هذا النهار عيد مبارك سعيد عليك وعلى جميع المغربيات في جميع الانشطه، وشكرا. تنبغي نشكر بمناسبه هذا اليوم العالمي للمراه، اول مراه في حياتي والعظيمه عندي هي الوالده ديالتي، الله يحفظها ليا والله يطول في عمرها. وتنقول لجميع الامهات الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يخلي لكم صحيحتكم، والله يكمل لكم بكم نتوما باش حنا واقفين باش نكملوا حتى حنا المسيره ديالتنا كامهات تاع المستقبل. وتنتمنوا لوليداتنا حتى هما يكونوا يمشيوا على نفس السيره اللي مشاو عليها والدينا، والله يوفق الجميع. بهذه المناسبة تنبغي نشكر أيضا بمناسبة هذا اليوم العالمي للمرأة جريدة أصوات، والقائمين على هذه الجريدة من زملاء وزميلات اللي تخدموا وتديروا واحد العمل جبار اللي في هذه الجريدة. وتنشكر سيدنا الله ينصره والله يطول في عمره والله يحفظ لنا هذا البلد. مجلة أصوات وجريدة أصوات على هاد الالتفاتة ديالها بالمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة، وكنتمناو لكم مسيرة موفقة والمزيد من العطاء والنجاح. وتحية للزميلات ديالكم في هاد المجلة وفي هاد الجريدة. شكرا أصوات، شكرا أصوات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع.